يا بيش بيك بابا ليش تبكي؟ شنو مضيع دولار باقوك خسرت فلوس؟ قال لا والله بدي اسفر ابوي اسوي له عمليه للهند وتكلف 3 دفاتر وصار لنا 4 ايام نركض بين الكفاح والصرافات ما لامين ال3 دفاتر، واحد يبيع لنا ب 170 وواحد يبيع لنا بجو. هذا السوق الان اللي انتم بيه يا دوله الاطار الفاسد. منافذ لبيع العملة تتحكم بمصير العراقيين، وحكومة عاجزة عن إدارة أخطر أزمة تعصف بالبلاد بعد مضي 100 يوم على تشكيلها بمباركة الإطار التنسيقي الموالي لإيران، تاركة العراقيين يواجهون مصير انهيار عملتهم واقتصاد بلادهم وسط استمرار عمليات تهريب العملة وتغذية اقتصاد النظام الإيراني. الدينار أقوى من الدولار، أحدث صيحات الوعود التي يطلقها السوداني في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وانتشار العملة المزورة في الأسواق العراقية، ما يعني وقوف العراق على حافة الانهيار. حكومة تتعمد إذلال المواطن واستغلال حاجته في ظل غياب الرقابة على المصارف ومنافذ بيع العملة الرسمية منها وغير الرسمية وسط اتهامات للحكومة ببيع الدولار لجهات متنفذة على حساب العراقيين. عمي معودين على كيفكم ويانا، يعني كمية ضخمة من المزور موجودة بالسوق، عصابة تغرق السوق العراقية بنسخ مزورة من العملة العراقية قادمة من إيران بحسب مصادر محلية في سابقة خطيرة لتدمير الاقتصاد المحلي والاعتماد على البضائع الإيرانية وإنعاش سوقها المنهار. صرف سعر الدولار ضروري ينزل والناس بدأت تميل ساحة التحرير رسيت والله أنت ذكرتكم. لا حلول تلوح في الأفق تحت ظل حكومة الاحتلال التاسعة وسط تحذيرات من ثورة جياع لن تبقي على الطبقة السياسية التي لطالما تاجرت بقوت الشعب المسكين.